إذن السلام عليكم أعزائي الأطفال، عزيزتي الطفلات، تلامذتي الأعزاء. اليوم درسنا اليوم في الرياضيات، فعنوانه هو الأعداد الصحيحة الطبيعية، الجمع والطرح. من خلال هذا الدرس الهدف منه هو أن نتمكن من تقنيات الاعتيادية للجمع والطرح، وهذه العملية كلها سنقوم بربطها بالحياة، خاصة الحياة اليومية. فندخل لسون aujourd'hui c'est la leçon des nombres entiers naturels addition et soustraction. الهدف كما قلنا هو في آخر المطاف سنتمكن كلنا من تقنيات الاعتيادية للجمع والطرح. طبيعة الحال لكي نتمكن من هذه التقنيات للجمعيات للاعتيادية للجمع والطرح، ضروري أن ننطلق من نموذج آخر لكي نكون قادرين على أولا حساب جمع وطرح أعداد صحيحة، أي سنقوم بالعمليات الجمع والطرح، وبالتالي سننطلق من هذه الوضعية. لاحظوا معي، وفر رب أسرة 8000 درهم لشراء أجهزة إعلاميات، فاشترى حاسوبا ثمنه 5740 درهم، وشاشة بمبلغ 875 درهما، وطابعة بثمن 1125 درهم. السؤال الأول من خلال هذه الوضعية، أحسب الثمن الذي أداه، والسؤال الثاني، أحسب ما بقي لديه. إذن من خلال هذه الوضعية بعد إعادة قراءتها سنقوم بقراءتها مرة ثانية، وسنقوم بالبحث عن مجموعة من الأسئلة لكي نقوم بإنجاز أنشطة للبحث عن كيفية، بكيفية جماعية أو بكيفية فردية، من أجل توظيف المكتسبات السابقة، أي مكتسبات السنوات السابقة المرتبطة بعمليات الجمع والطرح. وسنبحث عن، ولكن سأعيد قراءة النص لانطلاقا لكي نتمكن من مجموعة من المعطيات. وفر رب أسرة 8000 درهم كما قلنا لشراء أجهزة إعلاميات، فاشترى حاسوبا ثمنه 5740 درهم، وشاشة بمبلغ 875 درهم، وطابعة بثمن 1225 درهم. أحسب الثمن الذي أداه، ثم أحسب الثمن ما بقي لديه. طيب، فمن خلال هذه الوضعية هناك مجموعة الأمور يجب القيام بها. أولا يجب البحث عن الثمن الذي أداه بالدرهم، ثم يجب البحث عن الباقي لديه بالدرهم. إذن هذين سؤالين يجب أن نقوم لإيجاد الحل المناسب لهم. طيب، لاحظوا معي، سأطرح أسئلة وبالتالي سأقوم باختيار الجواب المناسب والرقم المناسب والحل المناسب للوضعية التي تمت عرضها أمامكم. إذا انتبهوا معي، فعندي الثمن الذي أداه بالدرهم، ثم الباقي لديه بالدرهم، وعندي الرقم 1 ورقم 2، ثم عندي حلين اللي هما 8000 ناقص 7840 تساوي 160 درهما، ثم عندي حل ثاني اللي هو 5740 زائد 875 زائد 1225 تساوي 7840. إذا طيب، عندي جوابين وعندي رقمين وعندي حلين، أنت مطالب الآن باختيار الرقم المناسب ولكل رقم مناسب جوابا مناسبا ولكل جواب مناسب عملية مناسبة للإجابة عنه. لاحظوا معي، سأعيد، الجوابين، الرقمين، ثم العمليتين. انتبهوا معي،
فبعد التفكير كلنا سنصل إلى نتيجة واحدة، إلى الجواب الصحيح. هذه هي الأسئلة التي مطروحة، والآن إليك الأجوبة. طيب، فإذا أخذنا رقم واحد، ما يناسبه هو الثمن الذي أداه بالدرهم، والعملية المناسبة لهذا الرقم ولهذا الجواب فهي 5740 زائد 875 زائد 1225 تساوي 7840. إذن تبارك الله عليكم، وصلتم إلى الجواب الصحيح باختياركم الرقم واحد ثم الجواب الأول ثم العملية الثانية. جيد 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 جدا. المسألة الأخيرة والثانية هو الرقم 2 يناسبه هذا الحل اللي هو الباقي لديه بالدرهم، وتناسبه هذه العملية اللي هي 8000 ناقص 7840 تساوي 160. سأرجع إلى الرقم واحد. لاحظوا معي بماذا قمنا. قمنا بعملية الجمع لاديسيون. قمنا بعملية الجمع لاديسيون. العملية الثانية، لاحظوا، قمنا بعملية الطرح سي لا سوستراكسيون. وعندما نقول لاديسيون إلى سوستراكسيون لا بد لنا من أرقام سنستعملها فيما بينها لتحديد إما الفرق اللي كنسميوه لا ديفيرونس أو المجموع الذي نسميه باللغة الفرنسية لا سوم. طيب، فمن خلال هذه العملية لاحظوا معي لكي نبدأ بالخاصيات، معرفة خاصيات كل عملية من العمليتين سواء كانت الطرح لا سوستراكسيون أو الجمع لا سوم. لاحظوا معي 32 زائد 30 تساوي 62. 32 فهي تمثل A و30 فهي تمثل B و62 فهو تمثل S سي لا سوم المجموع. طيب، وهنا سنقوم بعملية الجمع لاديسيون. A هي تمثل الحد الأول و B فهي تمثل الحد الثاني و S فهو يمثل المجموع. فلاحظوا من هذه العملية الحد الأول والحد الثاني، لاحظوا التغيير الذي سيصبح عندي الآن، أنني سأغير ترتيب الحدين 30 زائد 32 تساوي 62، أي B زائد A. في العملية الأولى قلنا A زائد B، الآن أصبح عندي B زائد A. لاحظوا أن الفرق أو عفوا المجموع لن يتغير، S تبقى دائما هو 62. إذن هذه الخاصية نستنتج من خلالها هذه العملية، أنه لا يتغير المجموع إذا تغير ترتيب حديه. A زائد B تساوي B زائد A. الحد الأول والحد الثاني مهما غيرنا الحدين ترتيب الحدين فالمجموع يبقى هو دائما. طيب، فمن خلال 125 زائد 475 تساوي، نلاحظ أننا سنقوم بتغيير الحدين 476 زائد 125، وبالتالي نلاحظ أن المجموع أو الصم ما لم تتغير يبقى دائما هو. ونستنتج الاستنتاج الأول هو لا يتغير المجموع كلما إذا تغيرنا أو إذا تغير ترتيب حديه. هذه بالنسبة للاستنتاج الثاني. الآن سنمر إلى الاستنتاج أو ملاحظة أخرى. لاحظوا معي اثنين. فلاحظوا معي 32 زائد 30 بين قوسين زائد 18 تساوي 80. دائما نتكلم عن الجمع. ف 32 زائد 30 فهي تمثل 62 كما ترون، زائد 18 تساوي 80. إذا لاحظوا الآن ماذا سيتغير وماذا سيقع من خلال ترتيب أو إعادة هذه العملية بشكل آخر. طيب، لاحظوا معي جيدا. فالمتغير الآن هو أننا غيرنا، لاحظوا معي، غيرنا العملية باستعمال القوسين عوض 30 زائد 18 تساوي 80 فتبقى 32، ونلاحظ أن المجموع أو الجمع أو الصم لم تتغير.
فماذا نستنتج؟ نستنتج هذه العملية، نستنتج أنه لا يتغير المجموع إذا عوضنا بعضا من حدوده بمجموعهما. ولكم هذا المثال كما ترون، 345 زائد 265 بين قوسين تساوي 103، تساوي نفس المجموع اللي هو 345 زائد بين قوسين 265 زائد 103، وبالتالي نستنتج الاستنتاج 2 اللي هو لا يتغير المجموع إذا عوضنا بعضا من حدوده بمجموعهما. إذن كما رأينا في الاستنتاج الأول، هنا الاستنتاج الثاني. طيب سنمر إلى الخاصية الثالثة. لاحظوا معي، إذن ردوا معي البال، لاحظوا معي جيدا، 80 ناقص 25. فهنا سننتقل إلى الطرح، لا سوستراكسيو. رأينا خاصية عملية الجمع، الآن سنمر إلى خاصية عملية الطرح. 80 زائد 25 تساوي 55. لاحظوا معي عندما تكلمنا عن الجمع تكلمنا عن الحدين، الحد الأول والحد الثاني. الآن سوف لن نتكلم عن الحدين، سنتكلم عن أ اللي هو الحد الأول اللي هو كيتسمى المطروح منه، ثم ب اللي نسميه أيضا الحد الثاني اللي كنسميه المطروح، وبالتالي د اللي هو الفرق سي لا ديفيرونس. وهنا نتكلم عن عملية الطرح. فلاحظوا المطروح منه والمطروح يساوي الفرق. نمر إلى التغيير اللي غيصبح عندي الآن، هو أنني سأغير، عفواً، أنني سأغير الحدين. إذا غيرت في نظركم 25 ناقص 80، هل هي صحيح؟ بالطبع لا. علاش؟ لماذا؟ لأن في عملية الطرح يجب أن يكون المطروح منه أكبر من المطروح. إذن لا يمكن تغيير الحدين في عملية أو المطروح منه والمطروح في عملية الطرح، لأن يجب أن يكون المطروح منه أكبر من المطروح. فالخاصية الأخرى لاحظوا معي باستعمال القوسين، ماذا نلاحظ؟ 80 زائد 25، وأضفنا لكل من المطروح منه والمطروح نفس العدد، وسنرى هل سيتغير الفرق؟ طبعاً سوف لن يتغير، سيبقى هو هو. لماذا؟ لأننا أضفنا نفس العدد لكل من المطروح منه والمطروح، وبالتالي نتحقق في نظركم إذا أضفنا لكل المطروح منه والمطروح نفس العدد، فإذا قمتم بالعملية هل سيتغير الفرق؟ من طبيعة الحال سوف لن تغير. بعدما قمتم بالعملية سوف تتحققون وستصلون إلى نتيجة واحدة، هو أن الفرق لا يتغير. ونستنتج أيضا أن لا يتغير الفرق إذا أضفنا أو أزلنا بين قوسين إن أمكن نفس العدد إلى حدي الفرق. تكلمنا عن الفرق إذا أضفنا، يعني إذا أضفنا كانت هناك إضافة، أما إذا أزلنا فإننا نتكلم عن عملية الطرح، وعملية الطرح ليست دائما ممكنة. ولهذا قلنا إذا أضفنا دائما ممكن، ولكن أو أزلنا إن أمكن، إن أمكن نفس العدد إلى حدي الفرق. فلاحظوا معي تكلمنا عن الجمع وعن الطرح، فمن خلال هذين النموذجين سنلاحظ أننا في عملية الطرح أيضا كلما أضفنا نفس العدد فالفرق أو المجموع الفرق لا يتغير، ونفس الشيء الطرح دائما نفس الشيء لا يتغير، لأننا إذا طرحنا كل نفس العدد من المطروح منه والمطروح فإن الفرق لا يتغير. ولكن يجب أخذ الحيطة والحذر، لأن يجب أن نقوم بطرح عدد أقل أصغر من المطروح منه أو أصغر من المطروح لكي تكون العملية سليمة. طيب، فمن خلال هذه العملية سنمر إلى خاصيتين. الخاصيتين هي أ زائد ب تساوي أس، سي لا سوم. أ ناقص ب تساوي د، هي لا ديفيرونس. فمن خلال هاتين الخاصيتين سنمر للتطبيق لكي نرى هل فعلا وصلنا إلى تطبيق مجموعة من العمليات الاعتيادية بالنسبة للجمع والطرح، وخاصة عندما نريد أن نبحث عن أحد الحدين.
فمن خلال هذا التمرين 148 زائد عدد يساوي 978. العدد سي لو نومبر، نبحث عن هذا العدد. وتلاحظون ان هنا عمليه الجمع سي لا سوم، وبالتالي ا زائد ب يساوي اس، نبحث عن ب. 7892 ناقص عدد تساوي 3689. هنا نبحث عن المطروح، عن المطروح. العملية الثالثة، عدد زائد 6891 تساوي 7892، نبحث عن الحد الأول. العملية الرابعة، عدد ناقص 458 تساوي 602، نبحث عن المطروح منه. إذا في نظركم الآن، إذا أردنا أن نبحث عن هذه الأعداد لابد أن نرجع إلى الخاصيات. هنا نبحث عن بي، وعندنا S، وعندنا A. هل S ناقص A أم S زائد A؟ طيب، وللإجابة عن هذا السؤال سأمر لإيجاد الحل، وذلك بعد مناقشة العملية الثانية. 7892 ناقص عدد تساوي 3689. هنا عندي المطروح منه، وأبحث عن العدد الذي يمثل المطروح، وعندي الفرق اللي هو دي لا ديفيرونس اللي هي 3689. في نظركم هل 3689 زائد 7892 أو 7892 ناقص 3689؟ جميل. إذن فلإيجاد هذه الأعداد سنمر لإيجاد الحل بعدما بحثتم عن الحل المناسب. سأعطيكم أنا الحل المناسب الذي سنقوم بقراءته جميعا. فنلاحظ بالنسبة للعملية الأولى، بحثنا عن الحد الثاني اللي هو 630، كيف وجدنا 630 في نظركم؟ هل الجمع، جمع الحد الأول مع المجموع اللي هو S، أو S ناقص T؟ إذا لاحظوا، حققنا أو طبقنا 978 ناقص 148 لكي نجد 630، وهنا طبقنا الخاصية التي رأيناها. طيب، جميل. إذا أخذنا العملية الثانية، الحد المطروح هو 4203. كيف وجدنا 103؟ طرحت سؤال بعد قليل، قلت هل 7892 ناقص 3689 أو 3689 زائد 7892؟ فالكل اتفق على أننا لكي نجد هذا المطروح سنأخذ المطروح منه ناقص الفرق، ناقص S اللي هو 3698. إذن جميل، كلنا شاركنا لإيجاد هذا الحل، فتبين لي أننا ضبطنا أو حاولنا أن نستنتج ونطبق الخاصية للجمع وللطرح. طيب، إذن سنمر إلى النشاط رقم 2. أيضا النشاط رقم 2 سنقوم بتطبيق ما رأيناه من عمليات، من خاصيات، سواء خاصيات الجمع أو خاصيات الطرح. لاحظوا هذا الجدول، عندي A اللي هو الحد الأول، و B اللي هو الحد الثاني. فسأبحث عن A زائد B مجموع العددين، ثم أبحث عن A ناقص B الفرق بين عددين. و 5126 اللي هي A، ثم ب 96، وبالتالي A زائد B و A ناقص B. إذن هنا لاحظوا معي، فالحل سهل وبسيط جدا. سنقوم بجمع الحدين، ثم سنقوم بإيجاد الفرق بين الحدين انطلاقا من ما رأيناه من خاصيات الجمع وخاصيات الطرح. في نظركم الآن، إذا أخذت الخاصية الأولى، هل يمكن أن أغير الحدين A زائد B؟ ممكن أن أغيرها ب B زائد A؟ فطبيعة الحال فهو ممكن، لأن رأينا في الخاصية التي رأينا سابقا أن
لا يتغير المجموع مهما غيرنا ترتيب الحدين. ف 983 زائد 547 هي نفسها 547 زائد 983. سأمر إلى عملية الفرق لا سوستراكسيون. عندي المطروح منه والمطروح في نظركم الآن انطلاقا مما رأيناه سابقا، هل يمكن تغيير المطروح المكان المطروح منه والمطروح منه مكان المطروح؟ يعني هل بإمكاني أن أخذ 96 ناقص 5126؟ لاحظوا جيدا طبيعة الحال فليس ممكنا. لماذا؟ لأن قلنا في عملية الطرح الخاصية التي ممكن يجده هو يجب أن يكون المطروح منه أكبر من المطروح، وبالتالي إذا كان المطروح منه أصغر من المطروح من طبيعة الحال فالعملية غير ممكنة، لأن يجب أن يكون المطروح مطروح منه أكبر من المطروح لكي نقوم بتطبيق الخاصية لعملية الطرح. طيب من بعد ما أخذنا هذه الخاصيات وطبقناها سنمر جماعة إلى إيجاد الجواب لكي نتحقق مما وجدناه من أجوبة صحيحة. ستلاحظون أن ستجدون في المجموع الأول 1530، الفرق بالنسبة للعملية الأولى هو 436، بالنسبة للعملية الأخرى فلاحظوا معي 512 96 المجموع هو 608 والفرق هو 416. جميل جدا. إذن تبين لي أن الأمور أصبحت الآن واضحة جدا، وبالتالي سنمر إلى مسألة أخرى وإلى تمرين آخر لكي نتحقق جميعا هل حققنا الهدف الذي سطرناه في أول الحصة. فالعملية التي سنراها الآن بالنسبة لهذا النشاط ضع وانجز، من خلاله سنتمكن أو سنرى هل فعلا حددنا العمليات التي يجب أن نبدأ بها والعمليات التي سنؤخرها إلى المرحلة الثانية. 7148 ناقص 956 زائد 158 بين قوسين، فلاحظوا في نظركم الآن بأي عملية سنبدأ، هل الطرح أم الجمع؟ أنا سأقول الطرح، هناك من سيقول الجمع، ولكن الأصح والصحيح هو يجب أولا أن نبدأ بالعمل التي توجد بين قوسين، سواء كانت ضربا سواء عفوا كانت جمعا أو كانت طرحا. وبالتالي سأبدأ ب 956 زائد 158 لكي أجد المجموع لصم هذا المجموع. لاحترام أيضا سياق العملية سأخذ العدد الأول وأطرحه لأنه سيصبح مطروح منه ناقص العدد الثاني اللي هو المجموع الذي سيصبح مطروح لكي أجد العملية، وهنا عندي عمليتين وسنطبق نفس الشيء بالنسبة للعملية الثانية. بعد القيام بهذه العمليات فسأترك المجال لكم لأخذ كراسات رياضيات وتطبيق ما في هذه الكراسات الرياضيات في درس الجمع والطرح بتطبيق الاستنتاجات وما نستخلصناه من عمليات وقواعد لنتمكن فعلا من هذه العمليات الاعتيادية. فكراستكم فالدرس الخاص بالجمع والطرح لكم الآن الوقت الكافي للتطرق إلى هذا الدرس والإنجاز جميع التمارين، وليس لي في آخر المطاف أن أترككم مع التمارين وأقول لكم أحسنتم وجدي على الفان برافو.